44 وكل الشعب الذي معه، ونزلوا على حين حريب، وكان جيش المديانيين شمالهم عند تل نورة في الوادي. وشوف الاسم الجديد بقى اللي اطلق عليه بقى مثبت فيه، هو الذي قاتل البعل، وهو اسم كل انسان مسيحي يرفض الخطية ويرفض ان هو يبقى تبع الخطية. وقال الرب لجدعون، تلاحظوا انه يستخدم كلمة الرب يهوى، ان الشعب الذي معك كثير علي لأدفع المديانين بيدهم، لئلا يفتخر علي اسرائيل قائلا يدي خلصتني. لاحظوا باستمرار ان ربنا بيستخدم الوسيلة الضعيفة من اجل الخلاص. فقال لي الجيش كتير اللي انت جمعته، وشوف الحركة الحلوة اللي عملها جدعون، النشاط الحلو بتاعه، ان دعا ناس كتيرة، وفعلا ناس كتيرة استجابت بعد ما كانوا مظلومين لمدة 7 سنين، محدش عايز يتحرك، محدش عايز يقوم ويتخلص من هذا الذل اللي كانوا فيه. لكن ربنا قال له العدد كتير، انا مش هشتغل بالعدد الكتير ده، هو عشان اسرائيل ما يقولش يدي خلصتني، لكن يعرفوا ان ايدين ربنا هي اللي خلصته. والان نادي في اذان الشعب قائلا من كان خائفا ومرتعبا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد. ده نفس اللي شفناه في سفر التثنية، ان ربنا قال قبل الحرب لازم تنادي كده، اللي خايف ما يخشش الحرب، وقال يضعف نفس الشعب اللي معاه او بقية الشعوب. فاول واحد ما يقدرش يعيش مع ربنا ويشتغل مع ربنا الانسان الخائف، عشان كده حطوا على رأس اللستة اللي مش هتخش في سفر رؤيا ملكوت السماوات، واما الخائفون والزنا، لان خائف يعني مش متمتع بعمل ربنا. فرجع من الشعب 22,000 وبقي 10,000. لحظة من لحظة عجيبة هو ان الضعف هو اللي خايف، 22,000 خايف و10,000 هم اللي مش خايفين. لان الموضوع مش بكثرة العدد، وضل بنلاحظه ان حتى في الكنيسة بتبقى الكنائس مزدحمة والاجتماعات بتبقى مزدحمة وفي ناس كتيرة، لكن مش كل الناس اللي موجودة ليها علاقة بربنا وليها قوة بربنا. فقال الرب لجدعون لم يزل الشعب كثيرا، انزل بهم الى الماء فانقيهم لك هناك. قال لي خدهم عند المية وانا حفرز عند المية الناس اللي تبعي فعلا من الناس اللي جاية كده في الكثرة في الزحمة. وكأن المياه دي مكان الفرز، الناس اللي ربنا من الناس اللي غير ربنا، تنقيهم عند المية. في ناس تتنقى تتغسل وتتنظف، اللي ليها روح التوبة، اللي ليها روح النقاء وروح الاغتسال. ويكون ان الذي اقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك، وكل من اقول لك عنه هذا لا يذهب معك فهو لا يذهب. فنزل بالشعب الى الماء وقال الرب لجدعون كل من يلغ بلسانه من الماء كما يلغي الكلب فوقته وحده، وكذلك كل من جف على ركبتيه للشرب. وكان عدد الذين ولغوا بيدهم الى فمهم 300 رجل، واما باقي الشعب جميعا فجسوا على ركبهم لشرب الماء. فقال الرب لجدعون بال300 رجل الذين ولغوا اخلصكم وادفع المديانيين ليدك، واما سائر الشعب فليذهبوا كل واحد الى مكانه. فاخذ الشعب ذات بيدهم مع ابواقهم، وارسل سائر رجال اسرائيل كل واحد الى خيمته، وامسك 300 رجل، وكانت محلة المديانين تحته في الوادي.
هم اللي ربنا بيستخدمهم في عمله. هو اداله انه يميز بين دول ودول بحركة معينة. في ناس وطت كده بايديها وجابت مية وحطت في بقها وشربت، دول كان عددهم 300. في ناس تانية ركعت على ركبها وقعدت وريحت لايه؟ وشربت. فربنا قال له 300 الاولانيين دول هم اللي هخلص بيهم، وبقيت الشعب بقيت 10,000 رجعوا كل واحد لبيته. ليه او ايه النقطة دي بتدل على ايه؟ سرعة. ايه تاني؟ استعداد. ها؟ استعداد لايه؟ وسرعة في ايه؟ النوع الاولاني ده نوع بيشوف احتياجاته الجسدية وبياخدها بسرعة لانه مشغول بحاجة اكبر. لكن النوع بقى اللي استنى لما يريح ويقعد ويعني يريح الجسد، ده انسان بتاع مزاج عايز ياخد راحته. احتياجاتي الجسدية ما بنكرهاش، انا عايز اشرب، لكن باخدها ازاي؟ في حاجة بتشغلني مستعد الحرب مشغول بيها، مش فاضي تريح الجسد دلوقتي، ولا ما بصدق اخد فرصة واجي عند المية بقى واقعد واكسو على ركبتي. لا، ديك واحد مشغول بحاجة عايز يتحرك ناحية ربنا بسرعة لانه مشغول بالحرب. كده في فرق بين واحد بيريح الجسد وبيدي احتياجات الجسد، لكن حتى في راحته لجسده واحتياجات جسده مشغول بالهدف انه رايح الملكوت. وفي فرق بين واحد تاني بقى لما بيجي يريح الجسد بيريحه على الاخر، يعني فكر الملكوت ده لما نبقى نستريح خالص نبقى نقول نفكر فيه مرة تانية. في فرق بين واحد بياكل ويشرب ويرجع يشتغل، وبين واحد ياكل ويشرب وينام. فربنا قال انا عايز الناس المستعدين، الناس اللي هم بيتحركوا بسرعة ناحية الهدف، لكن اللي عايز يريح ده ماليش مكان ان هو يشتغل معايا. المهم فلسفة كلهم على 300، كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون. مش كل واحد بيخش الكنيسة او بيحضر اجتماع او بيطلع مؤتمر، هي الدعوة كانت موجهة للكتير، لكن بتبدأ تتصفى وتتصفى وتتصفى وتبقى في قلة هم دول فعلا اللي بيمشوا في الطريق مع ربنا وبيكملوا المسيرة للنهاية. ويقول تعليق لطيف احد الاباء على رقم 300، 300 انت عارفين ان الارقام العددية بتتكتب بالحروف بتاعة اللغة الهجائية، يعني مثلا اليوتا تساوي 10، الدلتا تساوي 4. برضك حتى كده 300 دول يدوهم حرف تاو او طاز اللي هو عامل زي التي اللي هي علامة الصليب، السنة اللي موجودة على جباه الذين مختومين باسم الله الحي. وكأن الانسان اللي هو مستعد لحمل الصليب والطريق او انه يسير في طريق الصليب والجهاد الروحي، هو ده اللي ربنا بيستخدمه في العمل بتاعه. لكن انسان ما عندوش استعداد ناحية الصليب ما بيقدرش يكمل مع ربنا. ما هياش كثرة على الفاضي، لكن الله بيعرف ينقي الذين هم له. وكان في تلك الليلة أن الرب قال له: قم انزل إلى المحلة لأني قد دفعتها إلى يدك. قال له قم انزل لمحلة المديانيين. وإن كنت خائفا من النزول فانزل أنت وفور غلامك إلى المحلة تسمع ما تكلمون به. شوفوا حلاوة ربنا، المرة دي جدعون مش قادر يطلب علامة تاني، لكن ربنا عارف ان لسه الخوف موجود في قلب جدعون.
فراح ربنا هو اللي مقدم له علامة من عنده. شوفوا قد ايه تناول الله مع الانسان، قد ايه فعلا ربنا بياخدنا بالراحة جدا في الطريق معاه. عشان كده ربنا كان كاشف اللي جوا جدعون، وعارف ان جدعون ما زال خائف، لان كان في حاجات كتيرة تخوف جدعون. اولا جدعون مش مطالب بالدفاع، ده جدعون مطالب بالهجوم. يعني جدعون هو اللي هيهجم مش هيدافع، يبقى لازم معاه يكون جيش قوي عشان يقدر يهاجم. وبعدين ده هيحاربهم في منطقة سهل مش جبل، منطقة مكشوفة. وبعدين ده كل اللي معاه 300، ما زال عدد قليل في نظره. بعدين ال 300 دول مش مدربين، لأن بقالهم 7 سنين مش مجهزين. 7 سنين عايشين في الكهوف والمغاير والجبال، ومعهوش أسلحة، يعني كل الظروف غير مهيئة. فربنا عارف إن في مخاوف جوه قلب جدعون، فربنا اداله علامة، قال له قوم انزل انت والغلام بتاعك، هتشوف حاجة تطمنك، وتسمع ما يتكلمون به، وبعد تتشدد يداك وتنزل الى المحلة. فنزل هو وفور غلامه الى اخر المتجهزين الذين في المحلة. كان زمان الفريق اسف الجيش يتقسم لخمس اقسام، اي جيش منظم كده، في حاجة اسمها المقدمة، القلب، المؤخرة، وبعدين الميمنة والميسرة. المقدمة دي لازم تبقى اقوى حاجة، هي القلب. ابعد حاجة يحطوها في المؤخرة، ودي ابعد حاجة. فأما جدعون نزل لمؤخرة جيش المديانيين اللي هم بعاد قوي عنه وعن الجيش بتاعه. فربنا كشف له حاجة في مؤخرة جيش المديانيين. كشف له ايه؟ وكان المديانيين والعمالقة وكل بني المشرق حلين في الوادي كالجراد في الكثرة، وجمالهم لعدد لها كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة. وجاء جدعون فإذ رجل يخبر صاحبه بحلم ويقول هو ذا قد حلمت حلما، وإذ رغيف خبز شعير يتبحرج في محلة المديانيين، وجاء إلى الخيمة وضربها فسقطت وقلبها إلى فوق فسقطت الخيمة. فأجاب صاحبه وقال ليس ذلك إلا سيف جدعون ابن يؤاش رجل إسرائيل، قد دفع الله إلى يده المديانيين وكل الجيش. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ من المديانيين اللي فين؟ اللي في آخر الإيه؟ الجيش اللي بعاد جدا عن جدعون، يعني اللي هم مطمنين. ممكن لسه المقدمة والقلب والميمنة والميسرة عقبال ما يخلصوا كل دول ويوصلوهم، يعني قدامهم شوط كبير. اذا كان اخر الجيش خايف ومرتعب وبيقول ان ده سيف جدعون، وان التعبير اللي قاله ان الله استخدم لفظ الهين دفعه او دفع جيش المديانيين الى يد جدعون، فربنا قال له شوف اطمن، شوف قلب المديانيين وحالتهم المعنوية شكلها ايه، بالرغم من كثرة عددهم وانت اللي 300، وبالرغم ان انت اللي هتهاجم وهم اللي هيدافعوا، وبالرغم ان انت بتحارب في الوادي برغم كل المخاوف اللي جواك، وبالرغم امكانياتك الضعيفة، لان جدعون شافوه عبارة عن رغيف خبز شعير، وخبزة الشعير دي اكل الناس الفقراء، الاغنياء بياكلوا من القمح، لكن الشعير بياكلوه الناس الفقراء، يعني حاجه لا تساوي. لكن الحاجه لا تساوي دي لانها في ايدين الله، قد دفع الله ليده كل المديانيين. فطبعا المعنويات ارتفعت لما شاف الحاله المعنويه المنحطه بتاع جيش المديانيين. وكان لما سمع جدعون خبر الحلم وتفسيره انه سجد،
اللطيف فيه شكر ربنا، سجد لربنا، ربنا اللي كان كشف قلبه وعارف مخاوفه، ورجع الى محلة اسرائيل وقال قوموا لان الرب قد دفع الى يدكم جيش المديانيين. متأكد بقى ان خلاص مش قال لهم هيدفع، قال لهم الرب قد ايه؟ قد دفع ليدكم. مالوش ان كنت تخلص بيدي، لكن دلوقتي يقول الرب دفع خلاص. وقسم 300 الرجل الى 3 فرق وجعل ابواقا في ايديهم كلهم، عملهم 300 حوطه مربع ناقص ضلع او مستطيل ناقص ضلع جيش المديانيين، ناس من الناحية دي وناس من الناحية دي وناس من الناحية دي. وكان متفق معهم على حاجة، الى 3 فرق وجعل ابواق في ايديهم كلهم وجرارا فارغة، جرار يعني ضلع منفخات، ومصابيح في وسط الجرار. الجرار دي زي ما هنشوف كان لها فايدتين، اولا تحمي المصابيح من الانطفاء، وبعدين هيعملوا بيها حاجة تانية. وقال لهم انظروا الي وافعلوا كذلك، زي ما انا اعمل اعملوا زيي. وها انا اتي الى طرف المحلة فيكون كما افعل انكم هكذا تفعلون، ما تضربت بالبوق انا وكل الذين معي فاضربوا انتم ايضا بالابواق حول كل المحلة. وقولوا للرب ولجبعون، اهتفوا باسم الرب ولجبعون. فجاء جبعون والمئة رجل الذين معه الى طرف المحلة في اول الهديع الاوسط، كما بيقسموا الليل الى عدة اهزعة. الهديع الاوسط ده يعني الناس بتبقى فيها متثقلة بالنوم، خلاص دخلت في النوم. وكانوا ذاك قد اقاموا الحراس فضربوا بالابواق وكسروا الجرار التي بايديهم، فضربت الفرق الثلاث بالابواق وكسروا الجرار وامسكوا المصابيح بايديهم اليسرى والابواق بايديهم اليمنى ليضربوا بها، وفرقوا سيف للرب ولجبعون. هم كلهم في وقت واحد صوت كسر الجرار مع المصابيح المشتعلة مع الهتاف مع صوت الابواق، صوت مزعج جدا في نص الليل ومن 3 جهات. فاللي حصل ان محلة المديانين استيقظوا، فظنوا ان الحرب ابتدت وهم ايه نايمين، وان جيش اسرائيل في وسطهم وهم مش اخدين بالهم، نور ودوشة وزيطة وابواق. ووقفوا كل واحد في مكانه حول المحلة، جيش اسرائيل كل واحد كان واقف ما بيتحركش. فرقد كل الجيش وصرخوا وهربوا، وضرب 3 نقايم بالابواق، وجعل الرب سيف كل واحد بصاحبه. جيش المدينين كل واحد قام ضرب في ايه؟ في صاحبه، مش شايفين بعض ومش اخدين بالهم وحاسين ان الحرب ابتدت، قوم كلهم خبطوا في بعضيهم. وبكل الجيش، فهرب الجيش الى بيت شطة الى سردة حتى الى حافة إير محولة الى طباه. فاجتمع رجال اسرائيل من نفتالي من اشير ومن كل منسة وتبعوا المديانيين. كأن جيش المديانيين ضربوا بعضهم بعض، وبالحالة المعنوية المنحطة اللي كانت بينهم هربوا، فكان فرصة للتلتمية ان هم يطلعوا ويعملوا الهجمة الاولانية. فلما سمع بقية اصباط اسرائيل ان فيه نصرة، قاموا ودخلوا في الحرب وكملوا الحرب. لكن حول الايمان الاخباري او المعرفة الاختبارية، المعرفة العقلية اللي كانت عنده الى عمل اختباري، فانه دخل الحرب وانتصر وبوسيلة ضعيفة، مجرد جرار اواني خزفية ضعيفة جدا كانت سبب نصرة، بسبب هتاف باسم الرب وباسم حرب الله المقدسة.
عشان كده تملي حتى في التأكيلة أقولها إيه، كسرنا ونورنا بنورك، بحياتنا ليها عندك خطة توري حتى إن من الحاجة الضعيفة الله ممكن يصنع منها عمل عظيم، برغم إن ربنا هو اللي صنع قدامي الحكمة في تدبير هذا، وإنه استغنى عن عدد كبير من الجيش بتاع إسرائيل، لكن كان لازم 300 يبقوا موجودين، كان لازم يبقى 300 موجودين، لأن وجود 300 دول الإرادة البشرية، الله ما يعملش، صحيح هو اللي بيعمل كل العمل، لكن لابد إن تكون الإنسان إرادته موجودة من أجل إن الله يرضى إن يعمل في وسط الإنسان، ويعمل حتى بالآنية الضعيفة وبالأدوات البسيطة، ده ما كانش معهم سيوف حتى، لكن كل اللي انتصروا بيه مصابيح وأضواق وهتاف وجرار، دول اللي انتصروا بيهم اربع حاجات. الاضواق دي رمز لكلمة ربنا، مصابيح ده للاستنارة الروحية للانسان الروحي بيعيشها، والجرار دي رمز للجسد الضعيف البسيط اللي بيقدم اعمال بسيطة لكن عند الله بتبقى كبيرة جدا. هتاف النصرة، هتاف الغلبة اللي الانسان بيهتفه لما بيبقى حاسس ان هو تبع ربنا، ايمان الغلبة. فارسل جدعون رسلا الى كل جبل افرايم قائلا انزلوا للقاء المديانيين وخذوا منهم المياه الى بيت بارة والاردن. راح طلب ست افرايم وقال له الحق قابل المديانيين وهم مهزومين وخذ منهم المية، لان اهم حاجة يا نبيع المية، حد دلوقتي المية هي اللي بيتخانق عليها كل الناس، المية اللي هي اشارة للروح القدس، امتلك المياه، خلوا المية في ايدينا ما تخلوهاش في يد المديانيين. فاجتمع كل رجال افرايم واخذوا المياه الى بيت بارية والاردن، وامسكوا اميري المديانيين غرابا وذئبا، وقتلوا غرابا على صخرة غراب، واما ذئب فقتلوه في معصرة ذئب، وتبعوا المديانيين، واتوا برأسي غراب وذئب الى جدعان في من عبر الاردن. لطيف في جدعان ده انه كان عايز الكل يشترك في النصرة، كان ممكن هو يكمل الحرب لكن حب يشرك ست افرايم معاه في النصرة والانتصار، ما يبقاش هو بس ست بتاع منسة، تعرفين افرايم اخو منسة، حد من يشركهم معاه في النصرة اللي هو حققها وكان ليه الفضل فيها. فقتلوا الاميرين بتاعهم غراب وذئب، عارفين الغراب عكس الحمامة، الحمامة اشارة الى الروح القدس، والغراب اشارة الى الخطية، لان الغراب يأكل الجيف او النتانة او البصص الميتة. قتلوا الجيف او قتلوا الغراب، اسف، اللي بيميل الى النجاسة، والذئب معروف ان هو عكس الحمل، حمل رمز للمسيح، والذئب هو ضد المسيح او كل شيء معاكس للمسيح. وقتلوه على صخرة اللي هي صخرة غراب، وكانت الصخرة دي رمز المسيح والمعصرة اللي جازها المسيح وحده.